What we do here is go مرحبا. نحن اليوم محل جيمرز بالثقافة، مثل ما بتعرفوا محل جيمرز هو الأوفيشال سبونسر للليبانيز أنبوكسينج. كل شيء بتشوفوه عندي، مثلا جيمز كولكتر إديشن، هاردوير، سوفتوير، أي شيء هو من هذا المحل. واليوم جيت بالوقت المناسب لأنه جاب شيء يمكن ما بس بطرابلس، يمكن بلبنان كلياته ما حدا جاب منه، واللي هي الأوفيشال جيمنج شير الوايرلس للبي اس 4. وهي المميز فيها انه ما بس انه جيمنج شير، كمان بقلبها سبيكر. بدكم تشوفوها؟ رح نعملها هلا. نحن عاملين لها انبوكسينج، طلعناها من الكرتوني، بس رح نعملها هلا اسامبلي. حنشوف جميع الخطوات لحيث ما نركبها لتوصل لاخر شيء، ونجربها كمان على البي اس 4، اسمعوا كيف الصوت ونقول لكم كيف نصور روحها فيها. خليكم معي بعد الجمب كات. هلا هيدي هي الكرتوني تبعتها، لتشوفوا الاسم الكامل تبعها. المهم اهم شيء اوفيشال لايسنس برودكت. هذه منا مثلا انه مثل ما بيقولوا ايميتيشن او تجليد. هيدي تمشي خاصه على البي اس 4، بس اكيد على البي اس 3 والبي اس فيتا. هلا هي فكرة حلوة إذا على البي اس فيتا، إنه بتقعد عليها وتحمل فيتا وبتلعب. المهم وايرلس ساوند روكر، يعني هذه ما بدها شرطانة مشان الموسيقى. ومثل ما شايفين السبيكرات موجودين بقلب التشير بحد ذاتها. هيدي شكلها. والمهم أول ما سحبناها من الكرتونة هيك بتجي، وفي القطع تبعونا فينا نشوف السبيكرات من ورا ومن طرفها، لأنه خلينا نركبها ونشوف كيف تطلع آخر شيء. مرحبا، رجعنا نحن بعد نب جيمرز. هلا القصة انه ركبت الكاميرا على الكرسي، شفتوها لهي جديدة، صار بس لكم كاميرا يعني كرسي. بس اللي صار انه لازم لي هيدي الشافة مشان نشف العرق. هلا عصرتها برا، فيكم تقولوا عبيت انين تكسارة، عرق امتلت بلدي اصيل برا. وغير هيك شو لازم لي؟ لازم لي هيدي مشان ظبطها. والاهم من هيك انه هي ما في شيء يمشي بلا شكوش، حتى اذا انسان ما عجبك ضل شكوش على راسه بتقضي عليه. هلا عم تسالوني كيف صار شكله؟ حي شفتوها؟ بعدين ما شفتوها. هلا رح اخذ لها تصوير داير من دارة. تركيبها منه كثير صعب، بس بده شويه شغل. اخذت تقريبا دقيقه، ماشي 10 ربع ساعه تقريبا، انه شي ربع ساعه كنت ركبت. بس لانه في محل كان لازم له شويه ضرب ليفوت سلندر، بل بعد عن هيك كله هين، ما فيها كثير قطع، البراغي هينين وكله هين. على كل حال لناخذ لها فيديو. هلا هيدي الكرسي فينا نشوفها، لونها ازرق واسود، بتقدر تزبط مع اي ديزاين. من تحت ما فيها دوليب بس كثير ثابته، فيكم تشوفوا اللوجو ولوجو البلاي ستيشن من قدام. هدول الايدين تبعونا بيتعلوا. هلا الحلو فيها اذا بدك تردهم لورا هيك، صارت الكرسي انه بلا ايدين. هاي نبرمه تبرم بريحه. هون سبيكر من فوق، فاير ريزيستنت من ورا، سبوفر موجود من ورا تقريبا على اسفل الظهر مشان الذبذبات، والسبيكرات الباقيين حد الراس. وهيدي بعتقد الكنترولر فيها كل الوصلات موجودين هون، واكيد كل الكنترولز وحتى التشريج من هون، هي تتشرج بادابتر، واكيد الاكس بيس تبعها موجود من قدام. هيدا الفوليوم يا شباب ليكو، ها مبين حلو، حبيتها كديزاين كتير مرتبة وكتير مريحة. هلا الفيديو الثاني رح نجرب نعملها تيست، يلا بنشوفكم. مرحبا، مثل ما شفنا آخر مرة تركبت الكرسي، جربناها البلوتوث، السبيكرات فيني أأكد لكم إنه صوتها كتير عالية. على كل حال أجرب أعمل فيديو عن الموسيقى. هيدي تنوصل كل شيء، تليفون تنوصل على التلفزيون، تنوصل على الدولبي، قصدي هذا الستيريو سيستم اللي عندكم. اهم شيء على البي اس 4 مثل ما شفتوا ما في شرطان ولا شيء، وايرلس. بس فرجيهم الشباب البوكس اللي محطوطه، هيدي البوكس دونجل لها، ما بدها شيء، بس تحطها تشانل هون وتشانل هون وظبطت، ما بدها اكثر من هيك. تنوصل كمان حتى اوبتيكال. اليوم حاطين سنايبر، حفرجيكم هلا كيف بيطلع الصوت. من الصوت بيطلع من هون من الطرف، السبوفر من ورا، واهم شيء انه كله بيرج على الهون. هنا عملنا مثلا كم ضرب، هذا مع الريلودي، خلي راسه هيك لورا حتى السبيكرات ونسمع.
الحلو انه بس تعملوا هيك مساج طبيعي يعني انه كله بيرج. هات نشوف اذا في عنا سنايبر رايفل. نقوصنا هون شوي كأنه حدا نقوصك بظهرك. سبحان الله انه هذا نقوصنا. في كمان يمكن نشوف. يلا هلا نرجع بس نعملنا كم رصاصة نخرطشة. ها خلصة انه صنع نتسلى حتى النفس الفايبريشن بدك يتحرك فيهم هون من تحت. في هون واحدة منهم للبيس. هلا هي عليتها على البيس وهذه الفايبريشن على الماكسيموم. هلا نشوف. بالمناسبة كتير مريحة الواحد بيقعد عليها بينسى حاله يعني. اوه اوه هلا ليك انا بنصح عن جد انه مع الاستعمال الطويل الواحد ينزل الفايبريشن نتفة صغيرة لانه عن جد بصير القصة بتضرب. هلا اذا في الفايبريشن كلياتها لنجرب اذا فينا نجيب غرض مثلا شيء بيهز مثلا نجيب هيدي ونحطها هون. ليتها تبدو هذا مبين لك الورقه كيف بتهز بالطريقه هون. ما فينا في وصف لها كلها بتهز. يعني لازم يقعد عليها لا يعرف كيف تنعمل. مريحه شكلها حلو السيت اب تبعها كثير هين. بس في شريط يو اس بي لازم لكم بالقصه وبتاخذ من الكهرباء مباشره بتعطي له هون بتوصل البطاريه. السبيكرات رهيبين واهم شيء اهم شيء هاي المنطقه كلها بتهز. نص حلوة مرتبة بنصح فيها. موجودة هلا عند جيمرز كمية خفيفة لأنه كثير كرتون كبيرة شيء مانو طبيعي. بتحبوا تجوا تتفرجوا عليها تشوفوها وتفكروا فيها. أنا بنصح فيها بالمية مثل ما قلت لكم أونلي أت جيمرز بس عنده بشارع الثقافي. بيفتح من الساعة 9 الصبح لل 8 بالليل. موجودة والكميات موجودة. نحن ناطرينكم وباي فيكس. هلا رجعنا مرة تانية مع فيديو بس نجرب شوي الصوت تبعها كميوزك. خلينا نجرب احط غنية اي شيء عندي على التليفون. هلا هي موصولة بالبلوتوث هلا. اوكي يلا هي كمان بترج عادي. هيدا الصوت تبعها على الماكسيموم. بيس مشتغل عادي. يعني اذا تسمعوني بيكون منيح. هلا نجرب نلعب طيب البيس. بالمناسبة بنعتذر على العطل التقني اللي صار هلا من شوي بس جانا تليفون. نحن كنا عم نصور الفيديو على حال. هذا كان الصوت تبعه كتير منيحة. انا كتير تفاجأت من نوعية الصوت اهم شيء الفايبريشن هي ما كنت وقعها بالمرة. على كل حال بتنوصل على كل شيء ومنيحة. ما في عندي شيء غلط قوله عنا الا انه يمكن اذا كان ظهركم ما منيح تقلكم اياه اذا كنتم معلقين كتير. على كل حال هذا كان الريفيو تبعنا اليوم وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي.